بلوك دايجرام اند ترانسفير فانكشن، اعتمادا على المعادلتين 2.13 و2.19 راح نقدر ان نحصل على معادلتين. هذه هي اخذناها من معادلة 2.13، المعادلة الكهربائية للدي سي ماشين حولناها باستعمال اللابلاس ترانسفورميشن، حصلنا هذا المعادلة الكهربائية. نفس الشيء معادلة 2.19 اذا نسوي لها لابلاس ترانسفورميشن راح نحصل على المعادلة الميكانيكية للدي سي ماشين. من خلال هاي المعادلتين راح نقدر نرسم البلوك دايجرام الخاص بالدي سي ماشين. هذا شيء مهم ويفيدنا هواي بموضوع الكنترول. يعني هو مو صعب انه احول التو كويجنز اللي شفناها الى هذا الترانسفير فانكشن. نقدر نبدي من اي مكان، نبدي مثلا احنا هذا السيستم راح نشوف انه الانبوت مالته عندي تو انبوت، الفي انبوت والتي لود انبوت، والاوتبوت هو الريسبونس مال السرعه الاوميجا، سرعه دوران الموتور. نقدر نبدي باي معادله من المعادلات. خلينا نشوف هاي المعادله، مثلا معادله التيار. هذا عندي الانبوت فولتج، نطرح منه هذا المقدار، نقسمه على هذا المقدار، راح نحصل التيار اي اي مثل ما موجود هنا. هذا هو التيار اي اي. هسه التيار اي اي حسب المعادلة الثانية اذا ضربناه بالكي بي نطرح راح نحصل الالكترومغناطيك تورك. نطرح منه التي لود، نضرب الناتج بهذا المقدار، راح نحصل على الاوميجا ام. هذه هي المعادلة الثانية. إذا على كيفنا نقدر نحصل هذا البلوك دايجرام مال الدي سي موتور اعتمادا على المعادلتين السابقة. الآن أريد أرسم الترانسفير، أريد أحصل على الترانسفير فانكشن مال هذا السيستم. بما أنه أنا عندي تو انبوتس اند وان اوتبوت، لذلك أقدر أسوي تو ترانسفير فانكشن، وراح نستخدم هنا مثل مبدأ السوبر بوزيشن. نطفي، خلينا نقول هذا نعتبره صفر، الانبوت الأول نعتبره صفر، ونعتبر التي لود هو الانبوت الوحيد، ونطلع ترانسفير فانكشن اللي هي الاوميجا ام على التي لود. هذه هي المعادلة رقم 26، هي الترانسفير فانكشن مال حاصل قسمة الاوميجا ام على التي لود. وبنفس الطريقة نقدر نطلع الترانسفير فانكشن الثانية اللي هي الاوميجا ام على الفي. نهمل تاثير التورك، نعتبر التي لود صفر، ونحصل على هاي الترانسفير فانكشن. اكيد انتم تعرفون اي سيستم شلون اطلع الترانسفير فانكشن مالته اذا السيستم كان بيه فيدباك. هذا السيستم البسيط، هذا هو الجين، هذا هو الجين مال الفيدباك. من خلال هذا القانون، هذا القانون هو من خلاله اطلع الترانسفير فانكشن. اكيد مر عليكم باكثر من مكان الترانسفير فانكشن راح تساوي الجين الجي مقسمة على 1 ناقص، لكن بما انه هنا الفيدباك هو سالب فالناقص راح يصير زائد مضروب في الجي والاتش. من خلال هذا المعادلة راح نحصل على هذه التو ترانسفير فانكشن. الان اذا اريد اعرف الريسبونس مال الموتور، الريسبونس الاوتبوت الاوميجا، شلون احصل؟ انا عندي تو انبوت، راح اخذ هاي المعادله اللي اجمع التو ترانسفير فانكشن مثل مبدا السوبر بوزيشن. اخذ التو ترانسفير فانكشن، هاي الترانسفير فانكشن الاولى اضربها بالفي، هاي ترانسفير فانكشن الثانيه اضربها بالتي لود، راح احصل على الريسبونس النهائي للموتور. هذه هي معادله الاوميجا ام. طبعا كله انا الحكي هنا حاليا بالاس دومين. على هذا الموضوع عندي مثال 2.1. هذا المثال نعطيني موتور، نعطيني الباراميتر مالته كلها موجودة بالمثال 2.3. من خلال بعد نعطيني الانبوت فولتج هو 220 فولت، وقايل لي ات نو لود، يعني التي لود يساوي لي صفر. فمن خلال هاي المعلومات اللي موجودة بهذا المثال 2.3 أقدر أبني الترانسفير فانكشن مثل ما موجودة حسب القانون اللي أخذناه قبل شوية. الترانسفير فانكشن الأوميجا على الفي طلعتها،
راح أضرب أو قيمة الأبلايد فولتج إحنا قلنا 220 فولت، أحولها إلى اللابلاس راح تصير 220 على S، فالأوميجا S راح تساوي حاصل ضرب هذه الترانسفير فانكشن في ال V، هذا هو الناتج النهائي. الآن راح أحول أو أرجع أو أسوي inverse لابلاس ترانسفورميشن حتى أشتغل بالS دومين. بالS دومين هاي طلعت معادلة الأوميجا، معادلة سرعة دوران المحرك. الآن أقدر أطلع سرعة المحرك في أي لحظة زمنية، أعوض تي مثلا بعد الثانية الأولى أو بعد 50 ملي سكند، وأقدر أطلع قيمة الأوميجا. هنا بهذا السؤال هو شو يريد أو إيش طالب؟ طالب شوية طلب غريب، قايل لي شو وقت تصير السرعة تساوي لي 100 راديان بير سكند، احسب لي الزمن. فهنا راح نعوض مكان الأوميجا، راح نعوض مكانها 100. لو نضع على هاي المعادلة صعب حلها، ما ممكن حلها بالطرق التحليلية، نحتاج إن numerical solution. أو أكو الطريقة الأسهل اللي نقدر نطلع ناتج مقرب اللي هو التراي أند إيرور. أنا عندي هنا 100، راح أعوض بمكان الزمن قيم معينة إلى أن أساوي هذا المقدار أو هذا الطرف، إلى أن هذا الطرف يساوي لي 100 اللي هي معطاة بالسؤال. حسب الحل اللي نعطيناه إياه بالمثال قايل لي إنه الزمن راح يساوي لي 10، طبعا هنا أكو خطأ، مو راديان على الملي سكند، الزمن هو 10 ملي سكند. احنا لحد الآن تكلمنا عن المحرك بدائرة أرميتشر ودائرة فيلد، وكل كلامنا كنا دا نحكي عن الدائرتين مفصولة، وهذا الشيء اللي احنا نسميه separately excited DC machine. separately excited DC machine هو موتور التغذية لدائرة الفيلد تكون منفصلة بشكل كامل عن التغذية لدائرة الأرميتشر. مثل هذا، هنا عندي باور سبلاي مستقل لدائرة الفيلد وباور سبلاي آخر لدائرة الأرميتشر. طبعا هذا الربط كلش مفيد في موضوع الكنترول. ليش؟ لأن أنا أقدر أتحكم بالفيلد بعيدا عن التورك. هذا هو الشرح على موضوع separately excited. هواية مثل ما قلنا مفيد هذا الربط separately excited في موضوع الكنترول تحديدا. أقدر أسوي كنترول عالي جدا بحيث أقدر أشغل الموتور بسرعة دوران ثابتة 100% مهما تغير الحمل. يعني إذا راح يتغير الحمل، هنا عندي دائرة الأرميتشر، إذا راح يتغير الحمل ازداد الحمل راح يزداد التيار اللي ده يسحب الأرميتشر، فقيمة الـ EMF هنا تقل وبالتالي السرعة تقل. لكن أنا عندي التحكم منها بالفيلد، أقدر أرجع السرعة بحيث أقدر أحصل على عمل لهذا المحرك تكون السرعة بيه ثابتة 100%، والريجوليشن مال السرعة تساوي لي 0. هذا الربط الأول. الربط الثاني، هذا طبعا أمثلة بسيطة، الأمثلة الاعتيادية لموضوع الدي سي ماشين، تقدرون تقروها أنتم، ما بيها في شيء غريب، أغلبها هاي الأمثلة أنتم مر عليكم. نروح على الربط الثاني اللي هو الشانت إكزايتد، شانت اكزايت الدي سي ماشين. بهذا الربط تكون دائرة الفيلد مربوطة على التوازي مع دائرة الارميتشر، لذلك يسمى شانت ماشين. الشيء اللي راح نفقده بهذا الربط الاستقلالية اللي كانت موجودة بدائرة الفيلد عن دائرة الارميتشر. هسه اثنيناتهم نفس المصدر، اذا هنا وين راح تظهر المشكلة بهذا الربط؟ اذا تغيرت الفولتية، يعني عندي إذا أريد أتحكم بدائرة الأرميتشر وأغير الفولتية حتى دائرة الفيلد راح تتأثر، وهذا فتشي غير جيد. يعني راح يصير تداخل بين دائرة الفيلد والتورك اللي موجود بدائرة الأرميتشر. لكن شنو اللي كسبناه في هذا الربط؟ إنه بدل ما كنت أستخدم مصدرين بالـ separately excited DC machine، إحنا راح أستخدم مصدر واحد. هذا باختصار شديد هو مقارنة بين الـ separately excited والشانت دي سي ماشين.
إذا نريد نرسم علاقة بين السرعة والتورك، راح تطلع لي العلاقة بهذا الشكل. هذا التورك، هذا السبيد، هذا التورك. أنا ما أدري ليش بهذا الكتاب خلى السبيد بالإكس أكسس، إحنا متعودين التورك يخلوه بالإكس أكسس. على العموم أنا أريد أعلق على هذا الرسم أنه في حالة آت نو لود، يعني التورك يساوي صفر، المحرك راح يدور في سرعة معينة اللي هي النو لود سبيد. كل ما يزداد التورك، كل ما يزداد التورك لاحظ أن السرعة راح تقل، السرعة راح تتغير وراح تقل. خلي نفسر ليش دا تقل. أرجع للدائرة هنا، كل ما دا يزداد التورك، كل ما دا يزداد التورك الحمل الميكانيكي المربوط على المحرك، هذا المحرك راح يبدي الارميتشر راح يبدي يسحب تيار عالي، راح يبدي يسحب تيار اعلى، وبالتالي راح يصير فولتج دروب على هاي المقاومه، وبالتالي قيمه الاي ام اف، مقدار الاي ام اف اللي موجود بالارميتشر راح يقل. واحنا نعرف اكو علاقه بين الاي ام اف والسرعه، كل ما تقل الاي ام اف راح تقل السرعه، وبالتالي باختصار زياده التورك راح تؤدي لي الى نقصان السرعه. لكن لو نلاحظ بهذا الكيرف اللي موجود عندي، نلاحظ التغير بالسرعة هو مو فد شي كبير، يعني فد شي قليل. لذلك هذا المحرك مناسب للتطبيقات اللي تحتاج إلى سرعة تقريبا ثابتة. الربط الآخر للمحركات اللي هو سيريز موتور، الدي سي سيريز موتور، نلاحظ انه دائرة الارميتشر مربوطة على دائرة الارميتشر مربوطة على التوالي مع دائرة الفيلد. ايضا باختصار نروح الى الكاركترستيك، علاقة السبيد مع التورك، نلاحظ الشكل راح يختلف بشكل نهائي بشكل كامل عن الكاركترستيك مال الشونت. اكو اختلاف كبير جدا، والسبب انه هنا انه بهذه الدائرة تيار الارميتشر هو نفس تيار الفيلد، كل ما يزداد تيار الارميتشر راح يزداد تيار الفيلد، وبالتالي راح احصل على هاي الكاركترستيك اللي موجودة امامكم. ايضا اريد اعطيكم هيك ملاحظتين على هذا الكيرف مال السيريز موتور. ات نو لود، ات نو لود يعني التورك اذا كانت قيمته قليلة جدا قريبة من الصفر، نلاحظ قيمة السرعة هي عالية جدا تصل الى اللانهاية. فاول تعليق انه هذا المحرك السيريز موتور ما ممكن اشغله وذاوت لود، حتى اكو بعض الاجراءات يعني لا مبدئيا انا لازم اشغله وهو مربوط الى حمل ميكانيكي، ويسوون فد اجراءات حتى لا ينفتح الحمل الميكانيكي على المحرك، لان يعني هذا المحرك اذا اشتغل ات نو لود راح يشتغل بسرعة دوران عالية جدا قد تؤدي الى تدمير المحرك. الشغلة الثانية عند السرعة القليلة، عند احكي هنا بهاي السرعة القليلة، يعني خلينا نقول بلحظة البدء التشغيل لما المحرك تكون السرعة مالته قليلة، هذا المحرك ينطيني تورك عالي جدا جدا جدا. لذلك هذا المحرك مناسب للتطبيقات اللي تحتاج ستارتنج تورك عالي، مثل التراكشن، مثل الهويست الرافعات، يستخدموه هواي لهاي الخاصية اللي هي انه يحقق لي ستارتنج تورك عالي جدا. مثال آخر بسيط تقدرون تقروه، عندنا الكومباوند ماشين. كومباوند ماشين هو عبارة عن ماكينة بيها سيريز فيلد وشانت فيلد. راسم لي هو في الدائرة مبسطة هنا، هذه هي الكومباوند، نلاحظ هذا الارميتشر، عندي سيريز فيلد وعندي شانت فيلد. السيريز الكومباوند ماشين عندي نوعين من الربط. إذا كان هذا السويتش بهذا الوضع على الوضع L، نلاحظ أنه الشنت فيلد، نلاحظ أنه الشنت فيلد على التوازي مع الأرميتشر والسيريز فيلد. هذا الربط يسموه اللونج. بهذا الربط نلاحظ أنه الشنت فيلد راح تعتمد، أو يعني التيار اللي راح يدخل هنا راح يعتمد فقط على قيمة الأبلايد فولتج. إذا حولنا هذا السويتش إلى البوزيشن S، إيش راح يصير؟ راح يصير ملف السيريز راح يكون على التوالي مع كل من الأرميتشر والشانت فيلد. بهاي الحالة لما هنا راح ينربط على الـ S،
مقدار التيار اللي يمر بالشونت فيلد راح يعتمد على قيمة الـ EMF اللي تتولد داخل الأرميتشر، فأيضا راح يصير عندي اختلاف بين اللونج والشورت كومباوند دي سي ماشين. على العموم الكاركترستيك مال هذا الكومباوند هو فتشي وسط بين الشنت دي سي ماشين وبين السيريز دي سي ماشين. آخر الأنواع من أنواع المحركات الدي سي هو ما يستخدم البيرمننت ماجنت دي سي ماشين. هذا بدل ما أسوي ملفات المجال عبارة عن مغانط الكترو ماجنتيك ماجنت مغناطيس يعتمد على مرور تيار كهربائي، اقدر استخدم بيرمننت ماجنت المغانط الدائمية. اكو انواع هواية من المغانط، وهاي المغانط هسه صارت اسعارها مناسبة وتنطيني فلكس عالي جدا، لذلك هذا الموتور يعني بدأ يستخدموه بشكل كبير جدا. فأنت اولا الكفاءة مالته اعلى، لان انا ما عندي خسائر بدائرة الفيلد، الهيتينج الحرارة داخل المحرك اللي يستخدم البيرمننت ماجنت تكون اقل لان لوسز اقل، فعملية التبريد تكون اسهل. هواية ادفانتج عندي للبيرمننت ماجنت. وقلنا توفر حاليا انواع مختلفة من الماجنتس باسعار جيدة دعم او زيد من استخدام البيرمننت ماجنت دي سي ماشين. هذا هو البيرمننت ماجنت، نلاحظ احنا الستيتر عبارة عن بدل ما كانت ملفات اللي تولد لي الماجنتيك فيلد، هسه صار عندي بيرمننت ماجنت. هذا الموتور هو بي 2 بول 1 بير اوف بول، بينما الارميتشر راح يبقى نفس الشيء، ماكو اي شيء. الارميتشر والكوميتيتر والبرشز ابدا ما تختلف عن المحركات الاخرى. اخر موضوع بهذا الفصل شلون نقدر نحسب الباراميتر مال المحرك. الباراميتر مال المحرك هنا راح نحسب فقط الباراميتر الكهربائية. اكو تجارب ميكانيكية نقدر نحسب منها الباراميتر الميكانيكية اللي هي الجي والبي. المهم مقاومة الارميتشر شلون احسبها؟ ببساطة اربط مصدر فولتية دي سي على دائرة الارميتشر، طبعا مع توقيف يعني اوقف الموتور ما اخليه يدور. احسب تأثير الفولتج دروب على البرشز واقيس الفولتية والتيار. من الفولتية والتيار راح ابدا احسب المقاومة. هذه هي طريقة قياس الارميتشر ريسيستنس. الاندكتنس شلون اقدر احسبها؟ بدل ما اسلط قبل شوية سلطت فولتية دي سي، سلطت فولتية دي سي لحساب المقاومة حتى ما اخذ او ما يأثر عليها الاندكتنس. هنا ما يظهر لما نستخدم فولتية دي سي ويمر تيار دي سي، بينما لحساب ال لازم اسلط فولتية متناوبة اي سي. فهذه هي طريقة الربط. نلاحظ الارميتشر ربطه الى مصدر فولتية متغير، اغير الفولتية بحيث يمر الريتد كارنت بالارميتشر، طبعا امنع مرور التيار حتى لا تتولد عندي الاي ام اف. من خلال قياس التيار والفولتية راح أقدر أحسب قيمة الـ L حسب المعادلة التالية. هذه هي المعادلة البسيطة. عندي آخر شيء أحسبه الـ EMF Constant الـ KB. الـ KB راح أشغل الموتور، أسلط عليه الـ Rated Voltage للflux حتى يمر الـ Rated Flux. اخلي الموتور يدور بسرعة الريتد واقيس او اسوي علاقة بين السرعة والانديوس اي ام اف، سرعة الدوران والانديوس اي ام اف، راح تطلع العلاقة خطية. السلوب مال هذا الخط هي تمثل لي الكي بي، واقدر احسبها بطرق رياضية بسيطة. هذا حصلنا الكي بي. هذا الموضوع ما له داعي، الفلو شارت فور كومبيوتيشن شلون اقدر احسب الباراميتر هو ملخص للفصل اللي اخذناه.
عندي بنهاية هذا الفصل ست أسئلة، هاي قلت لكم عليها الكتب المقترحة هو المؤلف هذا فيتسجارد، الكتريك ماشينري كتاب مهم جدا تقدرون تطلعون عليه لتفاصيل أخرى إذا ما شفتوها موجودة بهذا الفصل. عندي ست مسائل راح تكون مطلوبة.